أهلا بك. بفيديو هذا اليوم راح نتحدث عن تطبيق خرافي جدا بعالم الذكاء الاصطناعي، لذلك اليوم حابب أرشح لك أفضل البرامج لتغيير الصوت مقدم من شركة iMeFone. هذا البرنامج راح يساعدك بتغيير صوتك لشخصية من فيلمك المفضل أو من رياضة أنت تحبها. باختصار شديد، مزايا التطبيق غير محدودة، عدا عن ذلك في مؤثرات صوتية كثيرة بإمكانك تستخدمها بالمونتاج لحتى تضيف نكهة لفيديوهك الخاص. لذلك رح نشرح طريقة التنزيل وأيضا ناخذ تجربة عن بعض المزايا الموجودة. الخطوة الأولى، رح نتجه لمتصفح جوجل ونكتب iMeFone Voice Changer. رح نضغط على أول رابط يظهر لنا للموقع الرئيسي للبرنامج. رح يفتح معنا الموقع بهذا الشكل. فيك تتصفح الموقع، تقرأ بعض المزايا وتطلع على ما يقدمه هذا التطبيق، لكن نحن رح ندخل بعملية التحميل بشكل مباشر. نضغط على Try it free. أول ما يظهر عندنا خيار التحميل رح ننتظر حتى يتم التحميل بشكل كامل. رح نضغط على خيار التحميل وننتظر حتى تظهر لنا شاشة التنصيب. أول ما تظهر شاشة التنصيب رح نضغط على Install. رح ننتظر التطبيق حتى يحمل بشكل كامل. بعد الانتهاء من التحميل رح نضغط على Start Now ونبدأ نشوف بعض الخصائص اللي قدمها هذا البرنامج. أول خيار معنا وهو Voice Simulator اللي رح يخلي صوتك لأحد المشاهير. مثال على ذلك: Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with every breath in my body and I will never ever let you down. وأيضا فيك تختار العديد من الأصوات عدا صوت دونالد ترامب. الخيار الثاني هو Voice Box. رح نغير صوتنا بشكل مباشر لطفل صغير. I love you so much, but you don't know that. So, bye-bye. الخيار الثالث وهو Sound Board. باختصار شديد هو مؤثرات صوتية. It's me, Mario. الخيار الأخير معنا وهو Voice Studio. فيك تعمل هندسة صوتية كاملة لصوتك، تعمل تضخيم للصوت، ممكن تعمل صدى للصوت والعديد من المزايا. أنصحك أنك تفوت وتجرب لو كنت حابب تعدل صوتك. برأيي البرنامج يستحق التجربة. لو كنت حابب تجرب هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، رح أترك لك رابط هذا البرنامج تحت بصندوق الوصف مع خصم لبعض مزايا التطبيق المدفوعة. أراكم بفيديوهات أخرى. سلام عليكم.